سلام زهراتي سافا كوم لا حما صافا الحمد لله يا ربي الو لايت ربي في لا فيديو ديالي ما تنساش سبسكرايب ضغط على زر الجرس باش يوصل لكم الجديد وصفات مكتوبه تلقايها في الصوره هنا في اليوتيوب كيما مكتوب في جبت لكم سكاروبا لا باتا فريتو فريمون بزاف يشهيو بنين انا قدمتهم مع كيتشاب القصبه زال واحد البنه تحبوا تقدموها مع دي صوص دي سالاد ديروا حتى دي ساندويتش فريمون بزاف بزاف بنين خملي ديروه هكذا كي كغيي ما في حتى بنه تعرف تعرفوا آه الوغ ننصحكم تجربوا هاد الوصفه بزاف سهله وما تاخذش كامل الوقت يا ربي واحد 10 دقائق توجدوها أه، بوغ لا غوسيت نسحقوا مغرف صغيره مع مرام ريح القصبه نسحقوا أه، ترونش سكالوب مقطعه بالطول ولا صدر تاع الدجاج كيما حبيتو انا قطعتها هكذا بالطول آه كاس فارينا نسحقوا زوج حبات بيض نسحقو ملح فلفل كحل كركم مع كري كوري مع دونوس أه لي زيبيس تاع البولي واش حبيتو ديرو ونسحقو تاني زوج سنات ثوم غابي هنا نبدا نخلطو كل حاجه كي على خضره فوالا هم لي بيست ديالي وما ملي حبيتوهم حارين تقدروا ديروا عكري حار تاني حيزيدهم بالنا هنا درت مغرف صغيره مع ملح تاع موتاغ القصبه نخلطهم هكذا بيان فوالا ومن بعد نبدا نزيد في ديالي ونحرك هكذا مليح انا كملت الكاس تاعي تاع لا فارين فوالا هكذا اه... حتى يولي تولي لا تيكستور ديالنا ثقيله شويه ودوكا زدت زوج سنات ثوم غابي فوالا شوفوا كيفاش تجي لا ديالة تيكستور ديالها كيما تاع الموسكوتشو هكذا كيف كيف ولا ما لقيت كيفاش نشبهها شبهتها لكم بالموسكوتشو مي على بالي راكم فهمتوني دونك uh, فوالا voilà, نبدا نحط البولي ديالي يا ربي نخلوه خمس دقائق لا دقائق ماكسيموم uh, مامي الا درتيه زعما صباح و به الفطور ولا خليه في الفريجيدار ما حيصرع له والو كونطري حيزيد بنا فوالا voilà, هكذا uh, دوكا نسخن الزيت ديالي نسخنوها مليح ونبدا نجبد بالوحده ونحطها داخل المقله هكذا وشنو لازم الزيت ديالنا تكون مليح سخونه فوالا voilà. أه دوك هو حتى يحمر من التحت نقلبوه لوتر كوتي هذه هي نقطرو شويه من الزيت بيان سيغ voilà. أه كي فوالا كيما على بالي راح تعجبكم بزاف هاد لا تنصحكم تجربوها ماميلا قدمتوها مع دي سالاد مع دي صوص احي من دوم واحد البنة وشون نقول لكم بزاف بنين ويشهي أه فوالا هذه هي نهار تاع اليوم خفيفة دريفة انا أقولكم لكم نشوفكم في فيديو واحد اخر تلا في روحتكم نحبكم بزاف سلام